محاضرة قيمة بعنوان مفتاح الجنة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم وعضو الإفتاء في منطقة القصيم، والتي ألقاها في جامع الأميرة موضي أسديري بحي العريجة في مدينة الرياض. الآن نترككم تستمعون إلى هذه المحاضرة القيمة، حيث يقول فضيلته: الحمد لله حمدا ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده حق حمده، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، لا أحصي ثناء عليه. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده له الحمد كله في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. أحمده فهو أحق من حمد وأجل من ذكر، والحمد من أعظم ما يقرب لرضاه ويحل على العبد فضله، فالله يرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها، ويأكل الأكلة فيحمده عليها، فله الحمد على كل نعمة. له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سرا وإعلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار، شهادة يفوز بها العبد يوم لا درهم ولا دينار، شهادة يزحزح بها عن النار ويدخل الجنة دار القرار. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله على حين ظلمة عمت القلوب والخلائق، فأنار الله تعالى به السبل وأشرقت برسالته الدنيا بعد ظلماتها. أنار الله به القلوب وهدى به من الضلالة، أخرج به من العمى، بصر به من كل عماية، فلم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، حتى تركها على بيضاء نقية لا لبس فيها ولا غبش. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، هذه الدنيا خلقها الله تعالى لحكمة، وأوجد فيها ما أوجد من سماء وأرض وجبال ووهاد وبحار وأنهار وإنس وجن، خلقها الله تعالى لغاية. هذه الغاية ليست خفية ولا غائبة، إنها غاية في غاية الجلاء والوضوح، ركزها الله تعالى في فطر الخلق قبل أن يبعث الرسل، وقبل أن يقيم الدلائل عليها في الآفاق والأنفس. غاية الخلق وعلة الوجود هي عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد جل في علاه. هذه حقيقة أقام الله الشواهد عليها في فطر الناس وقلوبهم، فالقلوب مضطرة لا غنى لها عن رب تعبده وإله تتأله له، فمهما اشتغلت القلوب بما تشتغل من الشواغل، ومهما سكنها وعمرها من الصوارف، لابد أن تجد القلوب ضرورة لرب تقصده وإله تتوجه إليه. لا يغنيها عنه شيء من متاع الدنيا وزينتها، مهما تنوعت المتع وتلونت الملذات، لا ينفك بشر من هذه الضرورة التي هي في القلوب. فالقلوب لا تجد سكنا ولا راحة ولا طمأنينة ولا بهجة ولا سرورا ولا لذة ولا نعيما إلا بالتوجه إلى الرب الذي خلقها عبادة ورقة، محبة وتعظيم، خوفا ورجاء. فالقلوب مضطرة لا غنى بها عن إله تقصده وتتوجه إليه، لذلك لا ينفك أحد من البشر عن شيء يعبده. ولذلك الديانة مركوزة في كل فطر الناس، والناس فيها على فريقين: منهم من يهدى إلى العبادة الحقة
والطريق المستقيم والصراط القويم، فيوفق لعبادة الله عز وجل. ومنهم من تتخطفه الصوارف وتجتاله الشياطين وتخرجه عن الصراط المستقيم إلى أنواع من العبادات، إلى أنواع من التقربات لا تبلغه نعيما ولا يدرك بها سعادة، بل هي شقاء إلى شقاء ووباء إلى وباء، وهي ضر إلى ضر. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذا النعيم، هذه البهجة، هذه اللذة، هذه الطمأنينة، هذا السكن، هذا الفرح، هذا السرور، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله يأتي على عكس ذلك، يجعل صدره ضيقا حرجا، ليس فقط ضيقا بل ضيق معه حرج، وهو الغاية في الضيق والقلق وعدم السكن، كأنما يصعد في السماء. ضرب مثلا لأنه قد يحتاج الإنسان إلى إدراك هذه الصورة لتلك القلوب الغافلة، تلك القلوب التي توجهت إلى غير الله فأحبت سواه وعبدت غيره ولم تقم لحقه وزنا، إنها قلوب في غاية الحرج والضيق. هذا الحرج والضيق لا يستره مركب هنيء ولا مسكن مريح ولا ملبس وضيء ولا حياة سعيدة. هذا الضيق مهما فتح على الإنسان من متع الدنيا لا ينفك عنه، إنه وحشة في مكان خفي، إنها وحشة القلوب، إنها ظلمة تغشى القلب لا يمكن أن يجد معها سكنا ولا طمأنينة. فإذا كان القلب ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فمهما كان البدن على حال من التنعم في الملبس والمسكن وسائر الملذات أبدا لن يجد راحة ولا سكنا ولا طمأنينة. وأنت تجد هذا أحيانا، تجد أن كل أمورك ماشية، عندك مأكل ومشرب وسعيد في بيتك ومسرور في ملذات الدنيا، لكن تجد في قلبك شيئا من الوحشة والقلق والضيق قد لا تعرف له سببا. هذا نموذج، هذا صورة مصغرة يراها المؤمن لقلوب عمرت بوحشة عن الله عز وجل، بحيرة لا تعرف ربا تتوجه إليه ولا إلها تقصده، بل تتوجه يمنة ويسرة إلى غيره، فلا تزيد إلا عناء ومشقة. ذاك كالسراب الذي يراه صاحبه ماء فيركض ويعدو وينهك نفسه ويتعب بدنه ويكد قدميه في السعي وراء هذا السراب ليدرك ماء، لكن الحقيقة في نهاية المطاف أنه لا يدرك شيئا، إنما يدركه التعب والعناء حتى ينقطع. إخواني، هذا هو مثل من حقق الغاية من الوجود، ومثل من أعرض عن الله عز وجل ولم يقم حق الله جل في علاه. القلوب، قلوب بني آدم في نهاية المطاف تنقسم إلى قلبين: قلب مؤمن يعمره الإيمان والطاعة، يعمره السكن والطمأنينة، وقلب معرض كافر برب العالمين تعمره الوحشة والظلمة حتى يهلك في الدنيا وما في الآخرة أشد وأبقى. أيها الأحباب، خلقنا الله لهذه الغاية، وهي أن نعبده وحده لا شريك له. يقول ربكم في محكم كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليس ثمة غاية ولا هناك مقصود ولا هناك مطلوب من العباد في الوجود سوى أن يحققوا العبودية للواحد الأحد جل في علاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقدم الجن في الذكر لأنهم أسبقوا خلقا من بني آدم، أسبقوا خلقا من الإنس، فلذلك قدمهم في الذكر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق
ذو القوة المتين سبحانه وبحمده، فله الكمال في صفاته، وله الكمال في ما أضافه إلى نفسه من المعاني جل في علاه، ولله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى سبحانه وبحمده. العباد خلقوا لعبادة الله وهو الغني عنهم جل في علاه، فعبادتك إنما هي لك لتسعد وتنعم، ليس فقط في الآخرة كما قد يتوهم من يتوهم من الناس أن العبادة ينتفع منها الرب جل في علاه. الله غني عنا وعن عباداتنا. الله يقول في محكم كتابه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أنا وأنت وجميع بني آدم، بل جميع الخلق في سماء الله وأرضه، كلهم إلى الله فقراء، ليس فيهم غني، مهما بلغت قوته ومهما بلغ جاهه ومهما بلغ ماله ومهما بلغ ما عنده، هو إلى الله فقير، لا يمكن أن يجد غنى عن ربه. لذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والله هو الغني الحميد، غني عنا وعن عباداتنا وعن كل ما يكون منا. ولهذا عندما ذكر الله تعالى جملة من الفرائض التي فرضها على عباده والمطلوبات، قطع توهم أن تكون هذه العبادات لنفع يعود إليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهو الغني الحميد جل في علاه، يقول الله تعالى في أشق العبادات مجهودا وعملا، الحج في أركان الإسلام، فهو أشقها مجهودا، إذ إنه خروج عن المألوف في المأكل والملبس والموطن. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم يقول: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وليس عنك فقط، والعالمون هم كل العوالم سوى الله، وكل ما سوى الله عالم، فجميع ما في السماوات والأرض الله غني عنه وعن ما يكون منه. عبادتك لك أنت، طاعتك نفعها يعود إليك. ولذلك يذكر الله جل وعلا ذلك في مواضع عديدة من كتابه: من اهتدى فإنما يهتدي لمن؟ لنفسه، النفع عائد إليك، ومن ضل فإنما يضل عليها، لأنه يتحمل بذلك وزرا. وذلك في العطاء قال لها، وفي الوزر قال عليها: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، لأنه كسب وتحصيل وفوز ومكاسب ومصالح يدركها الإنسان بالطاعة في الدنيا وفي الآخرة. وأما السيئات: ومن ضل فإنما يضل عليها، أي هو الذي يجني سوءها وشؤمها، أما الله فالله غني عنا وعن عباداتنا. ولهذا جاء في الحديث الإلهي حديث أبي ذر، أشرف أحاديث أهل الشام ما رواه مسلم، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يا عبادي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لن تستطيعوا حتى لو أردتم، لن تقدروا، لن تبلغوا قدركم وخلقكم وما عندكم، لا يبلغ أن يوصل إلى الله نفعا ولا أن يدفع عنه ضرا. إذا كان هذا هو المقصود من المعاش، وهو المراد من الخلق، وهو أن تعبد الله وحده لا شريك له، أن تعبد الله وحده لا شريك له جل في علاه، إذا كان هذا هو المقصود وهذا هو الغاية، فالواجب على كل من نصح نفسه أن يقيس مسيرته في الحياة على قدر ما يحقق من هذا الهدف. إذا كانت الحياة خلقت لأجل العبادة، فإنك تحتاج أن تسأل نفسك في كل ما مضى من أيامك وما تعيشه من أوقات: ما مدى تحقيقك لغاية الوجود؟ لأن هذه الغاية عليها الفلاح والنجاح، وعليها الهلاك والبوار، فبقدر ما تحقق من هذه الغاية تترقى في درجات الصلاح، وبقدر ما تغفل عنها وتنصرف عنها ينقص قدرك من الصلاح والفلاح. والهالك هو من أعرض عن ذلك بالكلية، فلم يقم لحق الله وزنا. الله جل في علاه يذكر مراتب الناس في تحقيق هذه الغاية من الوجود، فيقول جل وعلا في محكم كتابه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب، أي
الهدى الذي جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه، الذين إيش اصطفينا من عبادنا، أي الذين اخترنا من عبادنا. فكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من دين الإسلام فهو مصطفى، الله اصطفاه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا اخترنا من عبادنا، لكن هذا الاصطفاء ليس على درجة واحدة، هم فيه على مراتب، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هذه مراتب المصطفين، كلهم اصطفاهم الله عز وجل، لكن درجاتهم في الاصطفاء متفاوتة، ليست على درجة واحدة، بقدر ما يحققون من الاستمساك بالكتاب الذي أورثوه، بقدر ما يحققون من العبودية التي من أجلها خلقوا. فأنت الآن في فسحة وسعة أن تبلغ أعلى المراتب، ما الذي يمنعك من أن تكون من القسم الذي قال الله تعالى ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله؟ لماذا ترضى أن تكون في أسفل القائمة فمنهم ظالم لنفسه؟ لماذا؟ إن طلب السمو هو في فطرة الناس وطبيعتهم في كل مصالح معاشهم، فليكن كذلك في مصالح معادهم. نحن فيما يتعلق بالمكاسب الدنيوية نأمل ونطمح، قد نحقق أو لا نحقق، لكن الأماني موجودة أن نكون في الأعلى في كل أمر، في المكاسب، الرواتب، المساكن، الأملاك، الأولاد، الجاه، كل ما يتعلق بمكاسب الدنيا نحن نطمح إلى أن نعلو ونرتفع ونبذل الأسباب على اختلاف قدراتنا في أن نرتفع ونرتقي. فليكن فيما يتعلق بأمر الآخرة الأمر على هذا وأشد، فإن السبق في الآخرة يختلف عن السبق في الدنيا. سبق الدنيا يخرج منه الإنسان بلا شيء، سبق الآخرة يخرج منه الإنسان بفوز سرمدي. شتان بينهما، شتان بين سبق الدنيا وسبق الآخرة. سبق الآخرة في نهايته يخرج الإنسان من الدنيا بلا شيء، من كل متع الدنيا وملذاتها. إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، تبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع من؟ يرجع المال ويرجع الأهل، والذي يرافقك ويبقى ملازما لك ولا ينفك عنك في كل مسيرتك وحياتك وأطوارك وتقلباتك هو عملك. ولذلك قال: ويبقى عمله. سيكون رفيقك في قبرك، وسيكون رفيقك يوم بعثك ونشورك، وسيكون رفيقك في عبورك على الصراط، وسيكون رفيقك عندما تدخل الجنة إن كنت من أهلها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. فإن مراتب الناس في الجنة على قدر ما كانوا يعملون: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. مجالس العلم. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، لازلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة والتي بعنوان مفتاح الجنة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عبد الله المصلح. يا أخواني، الإنسان يخطط لحياته ويؤمل آمال كثيرة في معاشه، وهذا طبيعي ولا إشكال فيه. يؤمل أن يملك مسكنا، أن يكون المسكن على صفة معينة، يؤمل أن يتزوج، يؤمل أن يكون له أولاد، يؤمل في أولاده كذا وكذا وكذا ويعمل لذلك، وكل هذا أمر جيد ولا إشكال فيه، وهذه طبيعة الإنسان في حياته، ويؤجر على ذلك إذا أطاع الله فيها واحتسب الأجر فيها عنده جل في علاه. لكن هل منا من يخطط لآخرته؟ هل منا من يخطط لدار لا تزول؟ هنا يتمايز الناس الذين يخططون لتلك الدار، دار القرار، وهي قرار لا تزول ولا تحول ولا تتغير، دار يجزى فيها الإنسان على الدقيق والجليل. في الآية الفاذة الجامعة يقول ربنا: فمن يعمل مثقال ذرة، يعني وزن ذرة، والذرة هي أقل ما يكون في الميزان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
فلنستكثر من مثاقيل الخيرات حتى تثقل الدرجات وتعمر الدار الآخرة بما يسرنا، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز المبين، ذلك الفوز الكبير، ذلك الحبور والسرور الذي لا يتحول. هذه ليست أحلاما، هذه حقائق. لكن عندما تحيط الدنيا بقلوبنا من كل جانب ويأتي الشيطان يبعد عنا هذه المواعيد الإلهية وهذه الأخبار القرآنية والنبوية، يرى الإنسان هذه الأشياء كأنها أحلام. قد يوقن بأن ثمة آخرة، لكن اليقين ما بلغ درجة في قلبه أن يبعثه على صدق العمل، على بذل كل ما يطيق ويستطيع في طاعة ربه. لو صدق إيمانه باليوم الآخر وما أعد الله تعالى فيه لأوليائه وما توعد فيه أعداءه، ما هنئ في لهو وإسراف وإضاعة معاش، لأنه يعرف إن العداد يمشي. عداد الحياة هو نبض عرقك، وهو عدد محدود، كل شيء عنده بمقدار. أحصاه الله، أحصى الأنفاس واللحظات والنبض في العروق. إذا انتهى هذا العداد توقفت الحياة وارتهن الإنسان بعمله. لذلك من المهم ومن الجدير أن يعتني الإنسان بما سيصطحب في الآخرة. كل ما عندك في الدنيا يزول وترد يوم القيامة، كما قال ربك في محكم كتابه: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يقول الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا، ما معك أحد، لا ولد ولا والد ولا قريب ولا صديق ولا محب ولا مبغض، ما تأتي إلا فردا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، تأتي ذليلا منفردا. عزك في طاعة ربك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. كل ما أعطاك الله من الدنيا تتركه وراء ظهرك، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ولكم يا أخوان الآن في الحياة الدنيا عبرة قبل الآخرة، نحن نشاهد هذا بأعيننا. الإنسان الواحد منا إذا مات، ما الذي يدخل معه في قبره؟ أيدخل رصيد؟ يدخل ذهب؟ تدخل أملاك؟ تدخل صكوك؟ يدخل معه أصحاب؟ يدخل معه جيران؟ يدخل معه والد ولد؟ يدخل فردا. هذا نموذج لقوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. حتى ثيابك اللي عليك تنزع ولا تملك منها شيء، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذا كان كذلك، نحن نشاهد هذه الحقيقة بأعيننا في الجنائز التي تقدم بين أيدينا فنصلي عليها ونتبعها إلى القبور، لا يدخل معهم أحد. هذا هو حالك يوم القيامة، ترد يوم القيامة على هذه الحال. بل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف بعث الناس ونشورهم يوم القيامة: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده. حفاة ما يقي أقدامهم، ليس ثمة شيء يقي أقدامهم. ما يستر أبدانهم، ليس ثمة شيء يستر أبدانهم. كل ما في دولابك من الملابس لن ينفعك، وكل ما لبسته من جديد أو قديم وجميل أو غير جميل لن ينفعك. الذي ينفعك هو جمال قلبك، هو الجمال الذي سينفعك، كما قال الله تعالى: يا بني آدم، خطاب لي ولك، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يستر عوراتكم، يواري سوآتكم وريشا، ريشا يعني ثياب جمال وتزين. هذا النوع الثاني من الثياب، ثياب ستر عورات وثياب تجمل وتزين. بعد هذا قال: ولباس التقوى ذلك خير. خير أفضل، خير بمعنى أخير وأطيب وأحسن من كل لباس، الذي إذا لبسه الإنسان فهو مكتسي، وإذا عرى منه والله لو ستر نفسه بما ستر فهو عار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يعني كم من واحدة هي في الدنيا كاسية، تلبس أحسن اللباس وأفخر من رجل أو امرأة، يلبس أحسن اللباس ويظهر بأبهى حلة، لكنه يوم القيامة يقدم عاريا، ليس ثمة ما يستره.
سترك يوم القيامة بعملك، سترك يوم القيامة بتحقيقك غاية الوجود، تحقيقك المقصود من الخلق، تحقيقك عبادة الرحمن جل في علاه. يا أخواني، لا تغرنكم الحياة الدنيا، الدنيا غرور تغر الإنسان بما يرى من زخرفها، بما فيها من متع، بما فيها من جمال وملذات، لكن البصير هو الذي يأخذ منها القدر الذي لا يعيق مسيره إلى ربه. وما منا أحد قاعد، كلنا إلى الله سائر وكلنا إليه صائر. فجدير بنا أيها الأحباب أيها الإخوة أن نجد في طاعة ربنا، أن نجد قبل فوات الأوان. لا يغرنك شباب ولا صحة ولا غنى ولا قوة ولا كثرة متع ولا كثرة أصحاب، سرعان ما تزول هذه الأشياء مع مر الأيام وتواليها تذهب كل هذه الأشياء، ولو بقيت معك فأنت الذي سترحل عنها، أنت الذي ستغادرها شئت أم أبيت، كل نفس ذائقة الموت. ولذلك جدير بنا أن نستعد لذلك الموقف، ولا يصدنا عن هذا صاد، مشروعك في حياتك هو أن تقيم حياتك على طاعة ربك. لا يعني هذا أن تنقطع عن دنياك كما قد يتصور البعض أن عمارة الآخرة تقتضي هدم الدنيا، أبدا هذا ليس بصحيح، هذا تصور مغلوط. عمارة الآخرة لا تتم على وجه الكمال إلا بعمارة الدنيا، فإنها لا تصلح آخرة إلا بصلاح دنيا، كما لا تصلح دنيا إلا بصلاح آخرة، فهما قرينان. ولذلك يقول الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا هو الهم الأكبر، هذا هو المقصود الأعلى، هذا هو الذي يسعى الإنسان له في ليله ونهاره وسره وإعلانه وفي غيبه وشهادته، أن يصلح آخرته. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. لكن هذا لا يعني أن تغفل عن ما تحتاجه من أمر الدنيا، ما يكون عونا لك في مسيرك إلى الله، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لابد من أخذ نصيب من الدنيا. فعندما نتكلم عن الاستعداد للآخرة، القيام بحق الله في الدنيا، لا يمكن أن يكون مفهوما من ذلك أن يعطل الإنسان دنياه. سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه كان يدخر لأهله قوت سنة، أي ما يقيتهم ويكفيهم طعاما لسنة، وهذا من عمارة الآخرة ومن صلاح الدنيا. والمقصود أيها الإخوة، مقصودنا من هذا الحديث أن نعرف أنه إذا كانت الغاية من هذا الوجود هو مدى ما نحقق من طاعة الله، مقصودنا هو عبوديتنا لله، تحقيق العبادة للواحد الأحد جل في علاه، فلنفتش في حياتنا ما حجم وما قدر هذا في حياتنا، في قلوبنا أولا، وفي أعمالنا ومعاملتنا وأقوالنا وأحوالنا. نحن مبتلون بأنواع من البلاء، مبتلون، وهذا موضوع الحياة، ما منا إلا مبتلى، ليس منا سالم من البلاء، لأن الحياة موضوعها الاختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن من الناس من تمضي عليه الليالي والأيام وهو ما يدري أنه مبتلى، ما يعرف أنه مختبر، فلا يتهيأ ولا يستحضر ما يترتب على أفعاله وأعماله من الأجور والأوزار، فيفوته خير كثير. ومنهم من هو فطن، يعرف أن الله يبتليه بالسراء، يبتليه بالضراء، يبتليه بالصحة، يبتليه بالمرض، يبتليه بالفقر، يبتليه باستقامة أولاده، يبتليه بانحرافهم، يبتليه بصلاح أهله، يبتليه بتعثرهم، يبتليه بأداء الحقوق إلى الناس، ببر والديه، بصلة أرحام، كل هذه بلاء، كل هذا اختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإذا وعى الإنسان هذا المعنى أدرك أنه لا بد له من أن يحقق نجاحا، حتى لو أخفق، وهذه طبيعة الإنسان أن يخفق في مسيره. كل ابن آدم خطأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أنس، كل ابن آدم خطأ، ما منا سالم من خطأ، وخير الخطائين التوابون. إذا تعثرت في مسيرك إلى الله في تحقيق الغاية من الوجود، لا تركن إلى هذا العثار، لا
تطمئن إلى هذا الخطأ فيكون منتجا لأخطاء، لأنك إذا رضيت بالخطأ وأنست نفسك به تولدت منه أخطاء وتعثرت في سيرك. لكن عندما تخطئ وتفيق وتبادر إلى التوبة والاستغفار والمراجعة إلى ومراجعة الطريق القويم تفوز بالعطاء. كلنا مبتلى يا أخواني، لكن لنحسن المعاملة فيما ابتلانا الله تعالى. واعلم أن مفتاح السعادة في الدنيا تحقيق غاية الوجود، الغاية من الخلق. يعني ما في إنسان يا أخواني إلا ويبي قلبا سعيدا وحياة هنيئة، ما في بشر على اختلاف الألوان والأزمان والأماكن والجنسيات والأعراف والأعراق والأديان، كل بني آدم هذا أمر مشترك في البشرية أنها تبحث عن الراحة والطمأنينة والسعادة. لكن الذي يصيب هذا هو واحد من كل هؤلاء، وهو من يحقق الغاية من الوجود. يقول الله تعالى في محكم كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ذكر الله عز وجل أمرين: العمل الصالح والإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة ما هي أنه كل ما يريده من معاش وكل ما يريده من ملذات الدنيا يحصلها، لا. الحياة الطيبة مبدأها طمأنينة القلب وابتهاجه وسروره وسكنه، وأن يغمره محبة الله وتعظيمه. هذا مبدأ سعادة القلوب، هذا مبدأ الحياة الطيبة. لذلك تجد إنسانا في برية يلاحظ غنما هو أسعد من ذاك الذي سكن الأبراج وعمر القصور وعاش في أهنأ ما يكون من ملذات. لا تظن أن نعيم البدن هو الكافي في المقصود. البدن لا شك أن تنعيمه وإراحته تعطي القلب شيئا من السكن، لكنها لا يمكن أن تعطيه كل السكن. إنما السكن التام الكامل في طمأنينة القلب. ولك في هذا مثل بسيد الورى إمام المتقين، سيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربته، في مكان كان يجلس فيه صلى الله عليه وسلم، وقد اتكأ صلوات الله وسلامه عليه على حصير مرمل، يعني في شيء من الرمل، وقد أثر الحصير في جنب سيد الورى صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل على سيد ولد آدم الذي له من المنزلة والمكانة أعلى المراتب عند رب العالمين، فهو في الذروة صلى الله عليه وسلم في الجاه والمنزلة عند رب العالمين، ليس فوقه أحد من الخلق، هو أفضل الخلق وأعلاهم جاها وأعظمهم منزلة عند الله. اللهم صل على محمد. دخل عليه وهذه حاله في هيئة جلوسه، نظر عمر رضي الله تعالى عنه إلى خزانة رسول الله، يعني يشبه ما يكون رف أو مستودع أو شيء توضع فيه حوائجه، فإذا فيه حفنات من شعير، شعير وليس قمحا، شعير الذي الآن تأكله الحيوانات لا يأكله الأوادم في غالب معاش الناس، حفنات من شعير. قلب نظره لم يجد إلا ذلك، فلم يملك عمر عينيه، بكى رضي الله تعالى عنه. فقال: يا رسول الله، هذا أنت رسول الله وصفوته من خلقه على ما أرى، يعني من الحال، وهذا كسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء ولا بين العارفين بأحوال البشر، أنه صلوات الله وسلامه عليه أسعد بني آدم. لكن لم تكن سعادته في طيب مأكل، فقد كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع، ولم يكن هناؤه وسعادته صلى الله عليه وسلم بما يلبسه من وثير الملابس، ويركبه من فاره المراكب، ويسكنه من هنيء المنازل صلوات الله وسلامه عليه، بل كان في حجرة صلى الله عليه وسلم إذا أراد السجود همز بعض أهله حتى تكف
قدميها ليجد مكانا للسجود صلى الله عليه وسلم في ضيق حال وقلة يد، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد بلغ الذروة في سعادة القلب بتحقيق مقصود الوجود، وهو عبادة الرب جل في علاه. وعبادة الرب لم تكن في سيرته وهديه صلوات الله وسلامه عليه مقصورة على قلبه، بل كان يجمع بين عبادة القلب وعبادة البدن. كان يقيم الليل صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدمه، فيقال له في ذلك، يقال له يعني لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا أخواني، النبي بلغ الغاية في السعادة، فإذا أردنا السعادة وطمعنا في تحصيلها فلنجد ولنحرص على أن نعمل بعمله وأن نأخذ بهديه. فلك من السعادة بقدر ما تحقق من الاتباع، ليس فقط في الصورة والشكل والمنظر والخارج، بل في المخبر والمظهر، في الباطن والظاهر. فاحرص على ذلك، تفز بالسعادة التي نالها أو بشيء من السعادة التي نالها صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، إذا حققنا هذا المقصود وهو العبادة الحقيقية لله بالقلوب والقالب في السر والعلن، وكان هذا هو همنا، فلنبشر فقد ملكنا أعظم مفتاح، ملكنا مفتاح الجنة. سأل الله أن يجعلني وياكم من أهلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. الجنة مفتاحها لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان ويتحرك بها الفم وينطق بها البيان دون أن يكون لها رصيد في القلب. عندما تكون كذلك، عندما تكون لا إله إلا الله في اللسان والقلب عنها خالي، فثق أنها لن تنفع، بل ستكون وبالا على صاحبها. يقول الله تعالى: في قوم قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم لكنهم لم يحققوها في قلوبهم، بل كانت قلوبهم على نقيض معنى لا إله إلا الله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أشد عذابا من الكفار، لأنهم تكلموا بكلمة على اللسان خلا منها الفؤاد والجنان، خلا منها القلب، فكانت وبالا عليهم حتى بلغوا هذه المنزلة من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وكل عمل صالح هو من مفاتيح الجنة. أستغفر الله، اللهم اغفر لنا السر والعلن والظاهر والباطن، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفقنا إلى ما تحب وترضى، سددنا في القول والعمل، احفظ بلادنا والمسلمين من كل سوء وشر. اللهم يا رب العالمين، من أراد المسلمين وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واكف المسلمين شره. اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره. اللهم من سعى في المسلمين فسادا وشرا فعليك به، فإنه لا يعجزك. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المقاتلين، اللهم أيدهم بروح منك، اللهم أمدهم بعون، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه خير العباد والبلاد، اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب الأرض والسماوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.